خلينا نروح لموضوع آخر. وبعد أزمة كورونا بدأ العالم يهتم بأبحاث علاج الفيروسات عشان يتفادى أي جائحة ممكن تحصل في المستقبل، طبعا بعد ما جربنا جائحة كورونا والخوف والقلق. دلوقتي الباحثين شغالين على تطوير لقاح يحمي من فيروس الإنفلونزا بشكل كامل. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع نتكلم أكثر عن هذا الموضوع. نتائج واعدة تم الكشف عنها من خلال دراسة جديدة عن تطوير لقاح عالمي للإنفلونزا يمكن أن يحمي من أنواع خطيرة منها. اللقاح ده تم تطويره عن طريق مجموعة من الباحثين استطاعوا إجراء أبحاثهم على 4 سلالات من إنفلونزا الطيور غير المؤثرة واللي بتضعف بمرور الوقت وبتصبح غير قادرة على الانتشار. الهدف من التجارب دي البحث عن لقاح يستطيع السيطرة على مجموعة من الفيروسات اللي ممكن إنها تهدد البشرية وبتتحول لوباء عالمي في المستقبل، وده خصوصاً بعد تفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا واللي عانى بسببه العالم من مخاطر وتداعيات مأساوية. الباحثين قالوا إن مدة الدراسة اللي بيعكفوا على التوصل لنتائجها النهائية هتستمر 7 شهور، وهيتم تطبيقها على مجموعة من المتطوعين اللي هيتم أخذ عينات من الدم منهم والغشاء المخاطي للأنف لمعرفة الاستجابة المناعية ليهم لتقييم الفاعلية. الباحثين عندهم أمل كبير في أنه يكون اللقاح ده نموذج وقائي يستطيع أن يحمي البشرية من سلالات الإنفلونزا اللي ربما بتتفاقم مرة أخرى وبتسبب ذعر وبائي في العالم زي ما حصل مع فيروس كورونا ومتحوراته.